أوضح وزير المالية دكتور محمد جدعان أن الوزارة تستهدف من خلال نشر هذا التقرير إلى تحسين معايير الفصح المالي ورفع مستوى الشفافية. ونهدف من نشر هذا التقرير إلى تحسين معايير الإفصاح المالي ورفع مستوى الشفافية وتعزيز إمكانية الوصول إلى المعلومة في إطار تحقيق برنامج التوازن المالي 2020 بإذن الله ضمن أهداف رؤية المملكة 2030. وقد صنفت البيانات الواردة في هذا التقرير وفقاً لنظام إحصائيات مالية الحكومة 2014 المعتمدة من قبل صندوق النقد الدولي، ويستند أيضاً إلى استخدام الأساس النقدي للمحاسبة. في ذات السياق وبمشيئة الله تعالى نهدف إلى نشر البيانات المالية بشكل متكرر ودوري، حيث نعتزم مواصلة الإعلان عن تقارير ربعية مماثلة خلال العام المالي حتى يتسنى للجميع فرصة الاطلاع على أدائنا المالي والتقدم الذي نحرزه.